عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نلتقي على موضوع من مواضيعنا التي لا بد أن نعطيه أهمية في تصحيح الأفهام ومعرفة هذه الأمور التي نحتاجها جميعا. شريعتنا ما شاء الله مليئة بكل سرور وبما يفرح به تفرح به القلوب. قبل أن نذهب إلى الطلاق أو إلى حالات الانفصال أو إلى حالات الخلع، هناك أسباب، هناك أسباب كثيرة. وفي محبته أرواحهم بذلوا. نسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم السداد والرشاد، إلى أن نلقاكم في موعد متجدد. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وبارك الله فيكم، وتحية لمن علمكم وأشرف عليكم، والحمد لله رب العالمين.